بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل على نعمته وتمضينا بركاته من الان والى الابد امين. النهارده الاحد الثالث من شهر ابيب المبارك، والحقيقه المعجزه بتاعت النهارده معجزه بتتكرر كتير قوي زي ما حضراتكم عارفين، معجزه اشباع الجموع. عشان كده تعالوا النهارده ناخد كلمه واحده كده، قد تكون كلمه موجوده بين السطور واحنا مش واخدين بالنا منها، ولكن الحقيقه كلمه ربنا يسوع المسيح يقصدها بشكل واضح قوي. في نهاية المعجزة، بعد ما تمت المعجزة، وصى تلاميذه وصية مهمة قوي، قال لهم إيه؟ اجمعوا الإيه؟ اجمعوا القصر. اجمعوا القصر. ليه ربنا يقول للتلاميذ اجمعوا القصر؟ طب ما القصة مش فارقة، وربنا يسوع بيعمل معجزة في أي وقت، وأي حاجة موجودة للخمس خبزات أشبع بيهم ألوف، هتفرق مع ربنا القصر قوي. الحقيقة ربنا كان عاوز يسيب رسالة مهمة قوي للتلاميذ ولينا إحنا بفكرة القصر. إيه فكرة القصر دي؟ أول حاجة خالص إن ربنا بيهتم قوي بالقليل. ربنا بيهتم بالقليل. يعني إيه ربنا بيهتم بالقليل؟ يعني الحاجة الصغيرة قوي اللي أنت مش واخد بالك منها ممكن يكون ربنا بيهتم بيها قوي، سواء كان بالسلب أو بالإيجاب. يعني لو خطية صغيرة أنا مطنش عليها ومش واخد بالي منها، ربنا واخد باله. يقول لك إيه؟ يقول لك إن كل حاجة صغيرة ستعطوا عنها حساب. وفي نفس الوقت برضه العطية البسيطة القليلة برضه ربنا واخد باله قوي منها. زي الإيه؟ زي المرأة ذات الكتسين. بقى معقولة رب تسيب الناس دي كلها اللي دفعت كتير قوي الكم ده كله وتنظر إلى الكتسين قال آه دي أعطت أكتر من الكل. ليه كده يا رب؟ قالك انها اعطت من اعوازها من معاشتها، بل اعطت كل ما لها. شوفوا قد ايه القصر دي بالنسبه لربنا غاليه قوي. قد ايه ربنا بيهتم بقصر الوقت. شوفوا ممكن يبقى عندنا فتافيت وقت قد ايه. تخيلوا فتافيت الوقت دي ممكن تتسبب ان نوصل بها للسماء. تصوروا يعني لو حد كده جرب مره يقرا اصحاح من 40 50 ايه، مش هنكمل خمس دقائق. يقرأ مش يقرأ القراية سريعة، لا قراية عادية بسيطة بتركيز، لا بيجري ولا بيبطأ، قراية عادية. حط تايمر كده وركنه على جنب ما تشوفوش، وجرب اقرأ إصحاح كده هو الرينج ده، شوف هيطلع معاك وقت قد إيه، ده وقت قليل أوي. جرب تصلي مرة أبانا الذي مزمور والإنجيل والقطع والتحليل بتوع أي ساعة من صلوات السواعي، ياخد وقت قد إيه؟ ده ممكن ما ياخدوش أربع خمس دقايق. شفت الخمس دقايق ممكن تعمل إيه؟ دي قصر. قصر الإنسان بيجمعها لحياته ولأبديته من غير ما ياخد باله. عشان كده ربنا قال لهم اجمعوا الإيه؟ اجمعوا القصر. شيء بسيط صغير ممكن تقدمه لأي حد حواليك، من وقتك، من خدمتك، واحد تعينه في حاجة أو تخدمه في حاجة، بغض النظر عن خدمة الكنيسة، أنا بتكلم بشكل عام بقى، غير الشكل الفورمال اللي إحنا واخدين عليه، لأ. بتكلم بشكل عام، يا ترى الواحد لما يعمل كده ليها قيمة عند ربنا؟ اه طبعا، اجمعوا الايه؟ اجمعوا القصر. يبقى أول حاجة ربنا يديها لنا النهاردة يقول لك الله يهتم بالايه؟ بالقليل. نمرة اتنين، الله يهتم بكسر النفوس. يعني إيه كسر النفوس؟ في نفوس كتير قوي مكسورة. ربنا أيضا يهتم بالنفوس المكسورة دي. أحيانا يكون في بيوت كتيرة يكون بيوت صعبة، فيها إهانات، فيها تعب، فيها ألم، أحيانا فيها تعدي، وأحيانا يكون تعدي جسدي. ربنا بيهتم بهؤلاء القصر أيضا. يهتم بهؤلاء القصر أيضا. الناس اللي نفوسها تعبانة جوه البيت من تعاملات أو غيره، ربنا بيهتم بيها، ربنا ما بينساش. دي قصر الإنسان بيجمعها لأبديته في السماء بعد كده. شوفوا قد إيه أحيانا الواحد ممكن يبقى فيه أخطاء كتيرة قوي في التربية. كلنا بنقع فيها احيانا عن غير فهم واحيانا عن عدم قصد، لكن بيحصل. يعني يقولوا ان اغلب الناس اللي هم بتوع الشذوذ والناس دي كلها كانت نتيجه ايه؟ نتيجه اخطاء في التربيه. الطفل الولد بنعامله على انه بنت ونلبسه لبس بنت ونقول له انتي ونقول له ونكلمه بصيغه المؤنث باستمرار، فالولد بياخد على كده، والبنت العكس. نتيجه الاستمرار في كده بيحصل الموضوع ده. طب ربنا بيعمل ايه؟ بيهتم بالقصر ويقدر يصلح الامور دي مع الانسان ما يطلعش بيها. قد ايه ربنا بيهتم بالقصر؟
احيانا القسوه الزائده او التدليل الزائد بيعمل كده ايضا، بيطلع انفس تعبانه قوي ملخبطه عنيفه جدا، يا اما ناس ما بتشيلش مسؤوليه نتيجه التدليل الزائد او غيره. مش دي برضه نفوس مكسوره؟ ربنا ايضا يهتم بهؤلاء النفوس دي المكسوره، بيقول لنا اجمعوا القصر، يقول لنا اجمعوا القصر. ازاي القصر دي مهمه قوي؟ لانها ممكن فعلا توصلنا للسماء. كلنا عارفين قصه مشهوره قوي، كلكم عارفينها، قصه القديس بطرس العابد، مش كده؟ ازاي الانسان ده كان بخيل جدا، اي حاجه بسيطه حتى لو قصر مش عاوز يقدمها، حتى لما جه انسان غلبان يقول له اديني اي حاجه اكلها، لما في وشه كده برغيف عيش قال له امشي من هنا. اهدي ربنا اعتبرها قصر؟ تخيلوا، دي ربنا اعتبرها قصر، وبعت له رساله وهو نايم يشوف رؤيا، الناس كلها داخله بتقدم قدام ربنا في قدام ميزان كده يحط الحسنات بتاعته والسيئات، وبعدين دخل يبص على الميزان بتاعه لقى الميزان بتاعه ما فيهوش حاجه كويسه، وربنا يقول لهم الانسان ده ما عملش ولا حاجه، يعني ينفع كده؟ ازاي الانسان ده ما عملش ولا حاجه يجي ملاك يجري من بعيد يقول له ما فيش غير ضيق العيش ده يا رب، ينفع؟ والراجل يقوم مخطوط، نتيجه كده حياته كلها تتغير، ونتيجه كده يبيع نفسه عبد عشان خاطر يدفع ثمن عبد ويفرج عنه. قد كده القصه تفرق، قد كده القصه تفرق. حزقية لما ربنا بعت له رساله لانه كان ملك كويس وقال له خلاص حبيبي بارك حياتك، ان خلاص وقتك على الارض انتهى، فكان نفسه يعيش شويه تاني، ودى وجهه للحائط وقال له يا رب افتكر الايام الاولى، افتكر القصر الاولانيه اللي انا جمعتها عندك. فقال له طيب حاضر، يروح بعت له تاني نتلاقي النبي ويقول له تعالى ربنا قال لك لسه معاك 14 سنه كمان. معقول يا رب انت مهتم بالقصر دي؟ وحزقية قال له يا رب افتكر هذه الايام الاولى. عشان كده ربنا لا يمكن ابدا ان ينسى هذه القصر على قد امكانياتك. دي حاجه مهمه قوي عشان الواحد ما يقولش خلاص بقى كفايه ابانا الذي ونام، لا طبعا على قد امكانياتك. من يعرف فايه حسنا ولا يفعل فذلك خطيه، على قد امكانياتك. يقولوا عن انسان غلبان كده كان اسمه عم ويليام، الراجل ده الحقيقه كان غلبان ما يعرفش يقرا ويكتب، لكن كل اللي يعرفه ان هو رايح الكنيسه الصبح، رايح الشغل الصبح يعدي الكنيسه يقف قدام صوره العذراء كده هو قدامه هي شايله المسيح ويقول له يا رب ويليام هنا، ويولع شمعه ويمشي. يجي وهو راجع من الشغل بتاعه يحط شمعه ويقول له يا رب ويليام هنا، ما يعرفش يقرا ولا حافظ حتى ابانا الذي. ابونا لفت انتباهه عم ويليام ده، فهو بيلف في دوره البخور شاف وقال له تعالى يا عم انت قاعد فين؟ قال له انا ساكن في المكان الفلاني. قال له طيب انت بشوفك بتيجي الصبح تقف ما بتكملش دقيقتين وتمشي وترجع بالليل، ايه الحكايه؟ قال له انا غلبان على قدي، بعدي اقول له يا رب ويليام هنا وامشي، وانا ماشي مروح اقول له يا رب انا جيت اهو عشانك ويليام هنا ويمشي. قال له تعالى بقى احفظك ابانا الذي، تعالى بقى احضر معانا ويحفظ. قال له حاضر. حاول ابونا جاهدا معايا حفظه، الراجل كان بسيط قوي مش عارف يحفظ حاجه. يعدي الوقت وبعد فترة الرجل ده يختفي ما يظهرش، يجي أبونا يسأل على الرجل ده، يروح عند البيت يسأل يقول له ده تعبان وراح المستشفى. فأبونا يقول طب بكرة أعدي أسأل عليه. أبونا يعدي يسأل فين الرجل ده، يستغرب قوي، يلاقي الناس يقولوا له أبونا أنت تعرف الرجل ده منين؟ يقول له طب هو فين أزوره الأول؟ قال له لا ده الرجل ده انتقل من يومين، بس في حاجة غريبة قوي في الأوضة بتاعته، كل ما نعدي في الميعاد الفلاني الساعة الفلانية الصبح أو بالليل جنب أوضته كنا نلاقي نور جامد قوي بره، لكن نفتح نبص ما نلاقيش حاجه، نور النور ده جاي منين؟ الصبح في الميعاد وبالليل في الميعاد. اتاري هو برده كان في نفس الميعاد مش قادر يروح الكنيسه يقول للرب ايه؟ ويليام هنا. فربنا قال له يا حبيبي يسوع ايضا هنا، انا كمان معاك، انا واخد بالي منك كويس قوي. ان كان ده القصر اللي فتقتك انا قبله، كان ده هي وهو القصر اللي معاك انا برده قبله، لكنه على قدك، لكنه على قدك. عشان كده كان الله يهتم بالقصر، افلا نهتم احنا ايضا بالقصر دي؟ تعالوا النهارده كده انا وانتم نفكر كده في القصر دي، ونحاول ناخد حاجات صغيره معانا كده كل يوم نجمعها لينا، ونفتكر ان طول ما في قصر طول ما في بركه، مش كده؟ طول ما في قصر طول ما في بركه. زي بالظبط ايليا وامرأة سرقة صيدا، فاكرين القصه بتاعتهم؟ لما ايليا قال لها ربنا بعته قال له انا هعولك عند ارمله غريب،
غلبانه، هي وابنها عايشين. فقال له حاضر يا ربي، يروح للارمله دي يقول لها اعملي لي كعكه صغيره اكلها. قالت له حي في مجاعه، انت ما تعرفش انت غريب من هنا ولا ايه؟ ما عنديش غير شويه يعني عودين قمح اطحنهم اعمل بيهم كعكه اكلها انا وابني والموت، خلاص ما فيش حل تاني، نعمل ايه؟ قال لها اعملي لي انا الاول. ايه ده، معقوله؟ طب دي الكسره اللي عندي. قالت له مفيش مشكله حاضر. عملت له وادت له، قال لها الحقيقه ايه؟ الحقيقه ان هو الرب ان جوز الدقيق لا يفرق وجوز الزيت ايضا ايه؟ لا يفرق. ايه ده؟ قد كده يا رب انت واخد بالك من الكسر دي؟ اه، ما هو طول ما في كسر طول ما في ايه؟ طول ما في بركه. الله يهتم بالكسر دي، الله يهتم بالنفوس المكسوره كمان، الكسر دي تساعدنا للوصول للسماء. وبعدين اخر حاجه، احنا كمان نهتم بالكسر، لان طول ما في كسر طول ما في بركه. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى